ازيكم حبايبي الغاليين دفعه تالته ثانوي الابطال، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعل شهر رمضان شهر خير عليكم. دوس وحمل واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وعلينا. محضرين كورس مراجعة نهائية ضرب نار، بس ربنا يقدرنا ونقدر نعمل كل حاجة. دعواتكم بس لينا مستر، هتحل كل حاجة، مش هنسيب حاجة. مستر عايزين نحل شامل من أول حصة مراجعة من عيني. كل اللي انت عايزه هنعمله. يعني يا مستر المراجعة دي تنفع لطالب ما مش بيذاكر خالص؟ هتنفع. طب والطالب اللي متابع يا مستر؟ هنعلي مستواه. كلمات خارجية كتير جدا، قطع كتير جدا، بس انت وريني شطارتك وسد قدامنا. دوس وحمل وانا عشمان ان زي كل سنة ربنا هيكرمنا. ربنا ما بيضيعش تعبنا ابدا، احنا بندوس وانت بتدوس معانا. يعني يا مستر كده يعني بالتقريب هنحل قد ايه كده على كام وحدة مثلا؟ حبيبي مش اقل من 800 جملة على كل وحدة، غير الشامل، غير السكيلز، غير الترانزليشن، غير الباسجيز. ما تخافش هنعمل كل اللي نقدر عليه، بس انت شد معايا، بس انت اتعب معايا، بس انت اعمل اللي عليك، وانا ان شاء الله هعمل اكتر من اللي عليا عشانك. وصلنا لايه يا مستر؟ وصلنا لعيش الامتحان الوحده ال11. حبيبي احنا ما فلتناش وحده من الوحده الاولى، واحنا بنحل عيش الامتحان لحد دور تاني 2023، دايسين وعاملين اكتر من اللي علينا. يلا انت بقى وريني شطارتك، دوس وحمل معايا عشان ربنا يكرمنا. رجالتنا، رجال الثانويه عامه في كل انحاء الجمهوريه، شد حيلك، داخلين على فتره صعبه. عايزك اسد، عايزك دايس، عايزك عامل اكتر من اللي عليك. يلا بينا، افتح يلا معايا المذكرة بتاعتك وحل معايا جملة جملة. عيش الامتحان لحد 2023 دور تاني بأسئلة اللونج مان. يلا يا ابطال، اول جملة بيقول لك he was so fortunate. عايز كله يطلع الكلمة دي ويحفظها. فورشنيت يا مستر حافظينها يعني محظوظ، يبقى هو محظوظ to have such wonderful teachers، محظوظ ان يبقى عنده مدرسين رائعين. The antonym يعني عكس of the underlined word، الكلمة اللي تحتيها خط فورشنيت. فورشنيت يعني ايه يا مستر؟ يعني محظوظ، يبقى عكسها مش محظوظ اللي هي unlucky. unlucky يعني غير محظوظ. طلع بقى واحفظ معاك blessed يعني متبارك او منعم. inevitable يعني حتمي. poor يعني فقير. ميزة انك تطلع الكلمات هتفرق معاك، ده جه في التجريبي 2023. يلا يا رجال، يو نيد انت مستر. انا اول ما بشوف دول بتعقد يا ابني، ده دول اسهل حاجه المستر بتاعك حلها لك. بنحلهم جرامر الاول. رايز اهو، ريز اكتب معايا، ريز ورايز اكتب معايا اهو، وارايز ارايز
اكتب معايا وأراوز. أول ما تشوف دولة وائل حلها لك. أعمل إيه يا مستر؟ حلهم جرامر الأول. معقولة يا مستر؟ دولة بوكاب. اسمع أنا مش هضرك. حلهم جرامر الأول. ريز يا مستر يأتي بعدها مفعول، وطالما بيجي بعدها مفعول يبقى يمكن أن تبنى المجهول. هنا مستر يأتي، ركز معايا. هنا لا يأتي بعدها مفعول، ما بيجيش بعدها مفعول. هنا مستر لا يأتي بعدها مفعول، يبقى لا تبنى المجهول. هنا مستر يأتي بعدها مفعول، يبقى يمكن أن تبنى المجهول. بعد ما تعمل كده هتلاقي نفسك حذفت إجابتين. مستر you need not your voice، ده مفعول يا مستر. object اهو ده مفعول، اتعلم بس بحل ازاي. ده مفعول يا مستر. حاضر، هنشيل ايه؟ الله ينور عليك، هنشيل arise وهنشيل rise. حلو جدا، اتبقى لك اتنين. تلعب بايه؟ تلعب بالمعنى بقى، ترجع للفوكاب تاني وتحل بالمعنى. دي معناها يرفع، يعلي، يربي، تمام، يجمع. طب ودي يا مستر؟ دي تعلو او ترتفع او تشرك. طب ودي يا مستر؟ دي معنى تظهر او تنشأ للمشكلات. طب ودي يا مستر؟ دي معنى يثير للمشاعر والاحاسيس، يثير للمشاعر والاحاسيس، وتنفع تيجي بمعنى يوقظ شخص اهو، يوقظ شخص. انا مستر ما خلصنا يا غالي. هنا يعلي صوته، بقول له ايه؟ يو نيد نوت يور فويس، انت مش محتاج تعلي صوتك. اي كان هير يو فيري ويل، انا سامعك كويس. خلصت يا مستر، يبقى مش هتبقى اراوز، هتبقى ريز. عامل كده، اوعى تكون مش عامل كده ازعل منك. يلا رجال. I will not the show، انا همد العرض. هنا مستر مش يوسع، لا يوسع يعني يعمل توسيع في الطريق مثلا expansion، لكن هنا همد العرض بتاعه for another week، اسبوع تاني. تبقى مستر extend يعني يمد، expand يعني يوسع، enlarge يعني يكبر. اه مستر stretch يعني stretch، دي دايما عن بنطلون الاستريتش مثلا، يقول لك ايه؟ يعني بياخد ويدي ممتد. يلا رجال. Is it that not for the bride؟ هل تقليد مستر بعد ذا بيجي ناوين؟ يعني ما تنفعش conventional، يعني تقليدي، ما تنفعش traditional، يعني تقليدي. بعد ذا بيجي ناوي. حلو، عندي كاستم وعندي بارتنر، انها عاده فور ذا برايد تو وير ا وايت دريس ان هير مارج، تلبس فستان ابيض في جوازها. يبقى دي عاده يا مستر، مش بارتنر شريك، يبقى كاستم. كاستم يعني عاده. ركز كويس انا بقول ايه. يلا يا ابطال. هي بروديوسد his passport، هو قدم جواز السفر بتاعه as proof، دليل. proof of his كدليل على ايه يا مستر؟ equality يعني المساواة، reality يعني الواقع، تمام. identity هي الهوية يا مستر، quality يعني الجودة او سمة او صفة. طلع واحفظ معايا. يلا يا ابطال. In some countries، في بعض الدول، there may be one not language، فيه بتبقى لغة واحدة سائدة، which is usually the one used by the government، هي دي اللغة اللي بتستخدمها الحكومة، يبقى لغة سائدة. temporary يعني مؤقت، second يعني ثانوي،
سايلنت يعني صامت، مفيش غيرها. مستر دومينانت يعني سائدة. كلمات يونت 11 حافظها معايا. He is not. He is able to speak three languages. مستر انت محفظنا. مونو يعني وان. باي يعني اتنين. مالتي يعني تلاتة او اكتر. مستر هنا تلاتة او اكتر. يبقى كده احنا عايزين مالتي. يلا يا رجالة. دم يعني احمق. وتنفع تجيب معنا اخرس. تمام. بايلينجوال بيتكلم لغتين. اه مستر. ميوت يعني صامت. مالتي لينجوال يعني متعدد اللغات. هي دي يا مستر. تاني اكتب عشان ما تنساش. مونو يعني وان. اتنين يعني بار. اكتر من اتنين يعني تلاتة وزيادة يعني مالتي. She is the woman. هي دي الست. Not we have heard so much. اللي عليها سمعنا كتير. احنا سمعنا. احنا اللي سمعنا عليها. Hear يا مستر. Hear of وhear about يعني اسمع عن. طب hear from يتلقى اخبار من شخص يعرفه. طب يا مستر ما تاخدش فور، وحتى لو فور مش تنفع خوص. هم لوحديها مش هتنفع، عايز حرف جر. انا مستر هو مش هتنفع. يبقى ما عنديش غيرها يا مستر. about هم حرف جر وهم عايدة على العاقل. عشان هير بياخد حرف الجر. اكتب عشان ما تنساش. هير اوف وهير هير اوف وهير اباوت يسمع لأول مرة عن أو يسمع عن شخص. طب هير فروم يتلقى أخبار من شخص يعرفه. أنوت ويل ودي من ضمن الحاجات اللي بتيجي كتير جدا. وائل أكد عليها وهو بيشرح الكومباوند أدجتيف. مستر الآدي بتاعت ويل. حلو. ويل ده ناون. يبقى أنت ناقصك أدجتيف صفة. الكومباوند أدجتيف من ضمن الدروس المهمة جدا والمرجحة هتجيلك في الامتحان. اكتب عشان ما تنساش. إذا كان الاسم جزء من الصفة المركبة. لو الاسم جزء من الصفة المركبة لا يجمع يعني ما ياخدش اس اهو. ما ياخدش اس اهو. ما ياخدش اس اهو. يبقى مفيش غيرها يا مستر. 20 متر اهي. اذا كان الاس جزء من الصفة المركبة لا يجمع يعني ما ياخدش اس. تمام. ماشي. The nurse الممرضة. عاقل يا مستر. حاضر. Not must look after. بعديها فعل يبقى مش هتنفع هوز. The nurse مش هتنفع وير يا مستر. يبقى انا كده عندي هو وعندي هوم. ما انت قلت لنا يا مستر ان هوم بيجي بعديها فاعل. يبقى مش هتنفع. دي وين كمان مش هوم. يبقى مش هتنفع. يبقى ما عنديش غيرها يا مستر. اهو هو. The nurse who must look after young children. اللي لازم تعتني بالاطفال الصغيره. Has worked at the hospital 14 years. اشتغاله في المستشفى قدرها 10 سنين. The factory المصنع مكان. وفي حرف جر ان. خلصت يا مستر من غير ما نكمل. لا ياتي حرف جر قبل ذات. وين مش هتنفع عشان مكان. وير مش هتنفع عشان حرف الجر. يبقى ما عنديش غير ويتش. In which I work is very big. المصنع اللي انا بشتغل فيه ده كبير جدا. الازهر 22 ادمي. It was not cold weather. مستر انت رجعت معانا so وsuch وenough وto. من فضلك لو ما سمعتهمش روح اسمعهم في حصه الحل بتاعت الكومباوند ادجكتيف. قلت يا مستر so بيجي بعديها صفه او حال ذات. قلت such
بيجي بعدها اسم موصوف يعني صفة واسم بعد كده داتا. حلو جدا. اه مستر انا عندي داتا ايه؟ داتا مش هتنفع اناف، اناف عايزة تو، مش هتنفع تو لو كانت موجودة برضو تو عايزة تو. ماشي يا مستر. هنا عندي كولد دي صفة اديتيف وادي بعديها ناوين، يبقى كده يا مستر سو مش هتنفع، سو مش هتنفع. كده عندي ساتش وساتش اه، ويذر اسم مفرد لا يعاد ما ياخدش اه يا مستر، يبقى ساتش اه مش هتنفع، انا ما عنديش غير ساتش. ويذر اسم مفرد لا يعاد ما ياخدش اه. ذا انسكتس الحشرات، وائل بيقول لك 2024 محتمل تيجي جملة زي دي، جت ثانوية عامة دور تاني 2023، وجت دور أول 2023، ومحتمل تجيلك 2024. إيه الموضوع يا مستر؟ معلش يا مستر اشرحها لي على مهلك، أنا عايز أعرف أنت بتحلها إزاي. بص يا حبيبي أنا بحلها بطريقة بسيطة، بقرا الجملة أهو، ذا انسكتس الحشرات نوت اور كروبس ويل بي كيلد. ادي عندي يا فندم اهو فعل، عندي فعل والفاعل بتاعه يا مستر. يبقى اذا الحشرات اللي بتهاجم المحاصيل، كان في هنا ايه؟ ضمير واسطه. تمام. اللي بتهاجم المحاصيل ويل بي كيلد، بتتقتل باي سبيشال بيستسايدز، بتقتل بمبيدات حشرية خاصة. حاضر. يبقى الحشرات ويتش اللي اتاك يعني بتهاجم، ده كده فل جو. مستر انت قلت اذا تبع ضمير الوصل بفعل، اذا تبع ضمير الوصل بفعل معلوم يمكن حذف ضمير الوصل وتحويل الفعل المعلوم لجيرانت. يلا يا مستر، يعني ما عنديش ويتش اتاك، يبقى اتاك مش هتنفع، يبقى يا مستر اتاكس مش هتنفع. اتاك دي لو كانت باسل يبقى انا ما عنديش غيرها يا مستر اتاكينج، وعلم عليها واكتب وارد. يقول من ضمن الحاجات المهمه، وانا قلت لك احنا بنحل لحد دور تاني 2023، واحنا حاليا في انتظار التجريبي. تو ستارت ذا كونكلوجن، ده بيراجع حته في السكيلز عليها ضربتين يا مستر، ثانويه عامه 2023 عشان تبدا الخاتمه. يو كان يوز، نقدر نستخدم، قال لك ايفن ذو في الكونتراست تو ستارت ويز، لما نبدا الموضوع يا مستر ان اديشن تو في الاضافه، دي لسه في بدايه الموضوع، يبقى ما عنديش غيرها يا مستر. عشان ابدا الخاتمه بستخدم تو سام اب، عشان الخص او اللي جاي نلخص تو سام اب، ارجع له في شرح الاستي انترودكشن البادي باراجرافز او البال والكونكلوجن. ذا جفرمنت الحكومه تيكس، اوعى تنسى الحكومه تعامل معامله المفرد، تيكس ستريكت ميجرز، الحكومه بتاخد اجراءات قويه، ستريكت ميجرز اجراءات صارمه، اجينست ذوز تريدرز ضد هؤلاء التجار. هو اللي قلت لك اول ما تشوف دول بحيل، الله ينور عليك بالجرامر، برايسز يعني بيرفعوا الاسعار، ده اوبجكت يا مستر مفعول، يبقى مش هتنفع رايز ولا عرايز. ركز، بيرفع الاسعار الليجالي، الليجالي يعني بطريقه غير شرعيه. مستر ريز ولا اراوز؟ حاضر. اراوز يعني يثير للمشاعر والاحاسيس، بطاط يبقى مفيش غيرها ريز يا مستر. وانت بتحل انا عايزك متاكد من حلك. يلا يا رجال. ذا اولد مان، الراجل الكبير في السن، اوفن فيلز، دايما بيشعر بايه؟ people rarely visit him، الناس نادرا ما بتزوره، يبقى بيشعر بيها مستر فاميليار؟ لا طبعا.
انسيوليتد يعني معزول من الكهرباء، معزول من الحراره. سوشيال ازاي يا مستر؟ اجتماعي، يبقى مفيش غيرها. ايسوليتد يعني منعزل او معزول. كانت في اللونج مان كلمه مش حافظها احفظها. unfortunately لسوء الحظ it was only a one year guarantee. guarantee يعني ضمان، شهادة ضمان لسنة واحدة. not came with the fridge اللي بتيجي مع التلاجة. so we will have to pay so much to have it repaired. مضطرين ندفع اكتر عشان نصلحها. حلو جدا. guarantee ده غير عقل يا مستر، يبقى مش وير. تمام؟ مش وقت، مش هو. يبقى خلاص يا مستر الجملة حل نفسها، عايدة على شهادة الضمان تبقى which. اتعلم تقرا الجملة كويس. Do you know the manager؟ هل تعرف المدير؟ With not I work. هل تعرف المدير اللي معاه أنا بشتغل؟ هو يا مستر عايز اسم قبليها واسم بعديها. لا يأتي حرف جر قبل ذات يا مستر، لا يأتي حرف جر قبل هو، يبقى مفيش غيرها يا مستر هوم. ارجع لقاعدة الـ relative pronouns، ضمائر الوصل. The accountant يعني المحاسب. Not we employed last month is really efficient. المحاسب اللي احنا وظفناه الشهر اللي فات ده راجل كفء. حلو جدا. وقت مش هتنفع. هوز عايز اسم قبليها واسم بعديها. يا مستر ويتش مش هتنفع. يبقى انا كده عايز هو يا مستر. طب ما انت قايل لنا اي ضمير وصل بعده فاعل يمكن حذفه ولا نضع شيء مكانه. يعني ينفع نشيله، يبقى هتبقى نو ريلاتيف بروناون. كان هنا كان في هو. اي ضمير وصل بعد جمله كامله فاعل وفعل يمكن حذف ضمير الوصل ولا نضع شيء مكانه. Thank you for presenting not through lecture. هذه المحاضرة الشاملة. يبقى اسم، اسم صفة واسم، يعني اسم موصوف. حلو. يبقى سو مش هتنفع. such تنفع. enough مش هتنفع. يا مستر اسم موصوف. ليكتشر اسم مفرد. اسم مفرد يعد، يعني ياخد او ان. يبقى such وحديها مش هتنفع، يبقى such ان. such a through lecture يعني محاضرة شاملة. اسم موصوف صفة واسم. The person الشخص not acts اللي أعماله are irresponsible. الشخص اللي أعماله غير مسؤولة is usually unreliable يعني غير موثوق فيه. مستر عندي اسم وعندي اسم والاسم ده ملك ده، يبقى هوز يا مستر مش هتنفع غير هوز. أو في الملكية مش هتنفع غير هوز. The TV not I bought. التلفزيون اللي أنا اشتريته last month الشهر اللي فات has started to give a very low sound. التلفزيون اللي أنا اشتريته الشهر اللي فات بدأ يدينا صوت واطي كده. ماشي يا مستر. TV غير عاقل، يبقى هو مش هتنفع. وقت مش هتنفع. وين عايدة على الزمان؟ يبقى مفيش غيرها يا مستر. ذات اللي هي البديل بتاع ويتش. شايف بحل ازاي؟ She forgot، هي نسيت. To bring back her friend's camera. نسيت ترجع الكاميرا بتاعت صاحبتها. Not she had to apologize. Apologize يا مستر بتاخد حرف الجر فور. يبقى لأجل هذا يبقى فور ويتش أهو. يبقى ويتش وحديها مش هتنفع. ات ويتش مش هتنفع، ذات مش هتنفع، يبقى مفيش غير فور ويتش. حروف جر حافظينها جوه القاعدة. ابولوجايز فور. ركز كويس. Do you think
هل تعتقد فرنش ان اللغة الفرنسية is not all over the world؟ هي اللغة الفرنسية بتتكلم ولا بيتكلم بيها؟ بيتكلم بيها احنا بس يا مستر. اه يبقى مش is speaking. تمام. why the speak مش هتنفع يا مستر. speaking why the مش هتنفع. is widely spoken اهي. widely spoken يعني يتحدث بها على نطاق اوسع. باسيف مستر بعد فيرب تو بي جت صفه عن هنا كومباوند اديتيف صفه مركبه. مستر ما حطيتش ليه هايفن؟ مش دي اللي قلت عليها الشاذه اللي في كتاب المدرسه في الورك بوك صفحه 32 وفي الستودنت بوك صفحه 82 حاطط فيها هايفن يا مستر؟ بس لازم يجي بعديها ناون. هنا مفيش ناون فمش حاطط هايفن ودي موجوده في اللونج مان. He showed me. هو وراني. All not. He had brought from the book fair. وراني كل اللي اشتراه. قول يا مستر تاخد ايه؟ قول بتاخد ذات. قول بتاخد ذات اهي. قول ذات. من ضمن الكلمات اللي بتاخد ذات. يلا يا رجال. I think انا اعتقد that in Chinese ان اللغة الصينية is not difficult that I can't learn it easily. هي يا مستر هنا صفة صفة ودي ذات يبقى الرابط هنا so يبقى such مش هتنفع such and مش هتنفع enough عايزة تو يبقى مفيش غيرها اهو so. الموضوع سهل بس عايز منك تركيز. so بتاخد ذات such بتاخد ذات enough بتاخد تو تو اللي هي تي او او بتاخد تو. I don't know انا مش عارف. not this strange man is coming from جاي منين الراجل ده؟ سؤال عادي جدا يا مستر. يبقى هو از لا يبقى هو مش هتنفع يا مستر. ذات مش هتنفع تبقى where this strange man is coming from انا مش عارف هو جاي منين. Do you know not your uncle is coming back from Algeria؟ تعرف انت عمك هيرجع من الجزائر متى يا مستر؟ ده أداة استفهام عادية جدا. أداة استفهام عادية جدا دي بالمعنى يا مستر تبقى وين متى. Siwi is the language هي اللغة. not in parts of the south of Egypt حلو جدا. اه مستر which is speaking is سيوي دي لغه يتحدث بها كانت تبقى صح لو which is spoken. which is spoken مش هتنفع. اه مستر speaking مش هتنفع يبقى مفيش غيرها. طب هي كانت ايه؟ كانت which is spoken. وقال لك اي ضمير وصف بعده فاعل يمكن حذف ضمير الوصف وحذف فيرب تو بي ويبقى التصريف الثالث فقط. اي ضمير وصف بعده فاعل يمكن حذف ضمير الوصف وحذف فيرب تو بي ويبقى التصريف الثالث فقط spoken. وعلم عليها مهمه جدا وجات دور اول ودور ثاني 2023. It is a ماشي يا مستر a ودي كلمة فاكت الناون يبقى أنت عايز هنا أديتيف صفة. أه مستر الصفة اسمها إيه؟ نوينج؟ لا. ويل نون تنفع. وايدلي نوينج؟ لا يا مستر. ويل نون تنفع. هناخد بالهايفن ولا من غير هايفن؟ حبيبي عبوس على راسك. لقيت إس؟ هناخد بالهايفن. ما لقيتش إس؟ هناخد من غير هايفن. يعني هتبقى ويل نون. تاني لقيت اس هناخد بالهايفن. ما لقيتش اس هناخد من غير هايفن. قيم نفسك جبت كام من 30 جمله؟ دول 30 جمله كل اللي جه في امتحانات ثانويه عامه وكل اللي جه جمل مهمه
في موقع لونج مان. يلا يا غالي قيم نفسك، انت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ انت جبت كام من 30؟ دوس على نفسك وحمل وانتظر. اديني بقول لك اهو، وانا بعهد ربنا قبل ما عهدك، انتظر مراجعه نهائيه. ان شاء الله ربنا يقدرنا، ما تعملش قبلها وان شاء الله هنقدر نعمل احسن منها. مش هقول لك مش هيتعمل بعدها، دوس وحمل واعمل اللي عليك عشان ربنا يكرمك. ربنا بيشوف التعب، شايف احنا تعبانين ازاي وانت تعبان ازاي، وربنا بيدينا اكتر من تعبنا. يلا يا غالي انت داخل على شهر رمضان، عايزك وانت صايم بتدوس في المذاكرة، طب وبعد الفطار بتدوس في المذاكرة. اوعى تنشغل بالمسلسلات، اوعى تنشغل باي حاجة، انشغل بس حط ببالك حلمك وركز فيه، واوعى تفرط فيه لاي سبب من اسباب. اعمل اللي عليه وانا متاكد ربنا هيكرمك. احلى شباب دفعه ثالثه ثانوي دايسين وعلى الوعد مكملين، اشوف وشكم بالف خير.